السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ سنة خمسة ابتدائي مع الحصة الثانية. عندنا لو كومبليمون دو ليو، ظرف المكان، معناها ظرف المكان يرمز لها بسي سي ال. لو كومبليمون دو ليو معناها سي سي ال. ظرف المكان أي. عندنا أمثلة، عندنا الجملة الأولى، لاحظوا nous allons au musée، نحن نذهب إلى المتحف. أين هنا ظرف المكان؟ هنا au musée، هي المتحف هو ظرف المكان، إذا راح نسطر عليه يدل على المكان ونكتب من الأسفل سي سي ال. le musée se trouve loin de ma maison، المتحف يقع بعيد عن منزلي. loin de ma maison هو سي سي ال، بعيد عن de ma maison هي سي سي ال. il travaille dans son garage، هو يعمل في dans son garage، إذن في son garage هي سي سي ال، دل على المكان مع هذا. le chat est sur le canapé، القط على الكنابي. هنا سور لو كنابي هي سي سي ال، سي سي ال. عندنا هنا كلمات تدل على ظرف المكان، اذا وجدتها في الجمله تسطر من بعد. عندنا دوفون، دون، فيغ، داغيير، سور، سو، او ميليو دو، ا كوتي دو، اون فاس دو، بري دو، لوان دو. هذه الكلمات تجدهم في الجملة أو تجد مكان، راح تسطر وتكتب سي سي ال. هنا سور، ها هي سور، نسطر منها ونكملو سي سي ال. عندنا دون، ها هي دون، نسطر ونكملو. عندنا اكزارسيس، سوليني لو سي سي ال، وسطر على ظرف المكان. سي سي ال هو ظرف المكان. ايل فون أليكول، هم ذهبوا إلى المدرسة. عندنا أليكول هي سي سي ال، أليكول سي سي ال. لي زيكوليير سون دون لا كلاس، المتمدرسين في المدرسة في القسم. دون لا كلاس هي سي سي ال. الي بارتي أجي، هي ذهبت إلى ألجي. ألجي هي سي سي ال، ظرف المكان. أمين أبيت أتليمسان، أتليمسان هي ظرف المكان. أتليمسان سي سي ال، مش تسطروا على تليمسان وحدها، معها أيضا